السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا راح تكون عن الأنستيزيا فور إمرجنسي آي سيرجري. طبعا مثل ما نعرف أنه الأنستيزيا فور إمرجنسي آي سيرجري تشكل في دايلمة خاصة ومشكلة مشكلة خاصة يحتاج يعني مراعاتها وأخذها بنظر الاعتبار أثناء إعطاء التخدير للمرضى اللي يعانون من يعني حالات طارئة تخص عمليات العيون. قبل ما نبدي لازم نعرف شنو الانديكيشن فور امرجنسي اي سيرجري، شنو العمليات عادة المشمولة بموضوع الامرجنسي اي سيرجري. An emergency is defined as an event that has to be dealt with immediately, usually within the first hour after presentation. هذا تعريف الامرجنسي، او نقول شنو معنى الحالة الطارئة. هي اللي يجب أن أو الحالة اللي تحتاج تداخل خلال الساعة الأولى عادة من وصول المريض. Commonest eye emergency don't require surgery as part of initial management. عادة صراحة المرضى العيون أو الإصابات اللي تجينا بالعيون أو الحالات الطارئة تجينا العيون ما تحتاج تداخل جراحي آني، وإنما بالإمكان أنه إعطاء فرصة أو إحنا نقول أنه علاج تحفظي لحين تهيئة المريض للعملية. The majority of the cases presented as emergencies can therefore be defined as urgent case. ولهذا معظم الحالات اللي تجينا لل emergency department يعني للطوارئ كحالات طارئة للعين هي بالإمكان اعتبارها urgency مو emergency. الأرجنسي بالإمكان أنه التعامل معها في فترة زمنية أطول، إعطاء المجال للمريض أنه يعني تستقر حالته ونهيئ العملية قبل ما نجري هذه العملية. طبعا التروما تعتبر هي أكثر الحالات الشائعة اللي تحتاج urgent surgery، اللي يحتاج تداخل جراحي سريع. Traumatic injury can be blunt or penetrating open eye. طبعا التروما أو الضربة اللي تجينا يعني الإصابات اللي تجي عين الإصابات بالعيون اللي تحتاج تداخل جراحي كحالة طارئة أو مستعجلة تكون إما blunt صدمة يعني مباشرة على العين أو ضربة مباشرة على العين، أو يكون penetrating يعني فتشي يثقب العين اللي نسميها open eye injury. عندنا طبعا بعض الحالات اللي هي نان تروماتيك، هي حالات تعتبر طارئة أو شبه طارئة تجينا تعتبر مو تروما، مو نتيجة ضربة أو إصابة. هذا تشمل السبونتينيس ريتينال ديتاتشمنت، أيضا الانفكشنز، كومليكيشن أوف بريفيوس سيرجري، يعني إما أنه يجيني المريض مسوي عملية وصاير عنده يعني مضاعفات من عندها، أو انفصام بالشبكية، أو التهابات حادة في العين تحتاج تداخل جراحي. بالعادة عندنا وقت كافي يكون يسمح للمريض أنه يعني يتم أو يكمل صيامه ونهيئ العملية قبل ما نجري العملية، بحيث أنه يمكن أن نعطي فترة زمنية كافية أنه يهيئ نفسه للعملية من ناحية قطع الأكل والشرب قبل العملية. عندنا موضوع مهم هو التايمينج اوف سيرجري. صراحه معظم البيشنت او نقدر نقول كل البيشنت اللي يحتاجون تداخل جراحي يعني الحالات الطارئه للعين لازم انه نعطيهم فتره صيام قبل العمليه او قبل ما يخضعون للعمليه تحت التخدير العام حتى نقلل خطوره الاسبريشن يعني استنشاق السوائل اللي او استنشاق التقيؤ او الاسترجاع اللي يصير من المعدة عن subsequent lung injury، وبالتالي نقلل إصابات الرئة. احنا عادة لازم نوازن ما بين الحاجة الملحة للعملية الآنية انه يعني هذه حاجة يعني عملية مستعجلة وما يمكن تأخيرها، وما بين خطورة انه يكون المريض غير مهيئ ومصايم واكو خطورة مال الاسبيريشن. على ضوء نقدر نقرر انه هذه العملية يتم إجراها او ننطي المريض وقت كافي للصيام قبل العملية. عندنا موضوع آخر هو choice of local anesthesia or general anesthesia technique. Surgery on eye can be performed under either local or general anesthesia.
احنا عادة نقدر العمليات الجراحية اللي تجرى للعيون اما يكون تحت التخدير الموضعي او التخدير العام. شو وقت نختار؟ لازم نعرف انه هذا المريض اللي يحتاج تخدير موضعي او يعني بامكان اجراء العملية التخدير الموضعي، او انه هذا المريض لا اجبارا لازم نجري له تخدير عام. The choice of technique will depend on patient factor as well as local facility and surgeon preference. هذا الاختيار راح يكون اعتمادا على عوامل خاصة بالمريض، على الإمكانات المتوفرة عندي في المكان اللي اجت به الحالة الطارئة، وكذلك الجراح وشنو اللي يفضل الجراح. يعني اكو جراح يقول لك انا هذا العملية ما اقدر اجريها يعني في ظروف تحت التخدير الموضعي، انه يحتاج الى تخدير عام، او بعض الجراحين يقول لك انا بامكاني انه اعتمد على التخدير الموضعي وما يحتاج انه اعرض المريض للتخدير العام. بالنسبه لل patient factor، مثلا اذا كان عندنا الاطفال uncooperative patient، المريض ما متعاون يعني ما يستقر وما يحاول انه يساعدنا في اجراء العمليه التخدير الموضعي. intoxicated patients، مريض يعني واصل مرحله كريتيكال وما يقدر يعني يتحمل الوضع انه يكون تحت تخدير موضعي. هؤلاء المرضى يوجوالي بيتر تو كانديديت فور جنرال انستيزيا، لازم نسوي لهم تخدير عام. بعض العمليات بالامكان انه تكون انكمفورتبل، يعني رغم انه بالامكان اجراءها تحت التخدير الموضعي، لكن مشكلة انه هي العملية كنوع عملية يكون مزعج جدا للمريض وما يقدر يتحمله، المريض يتحمل انه يكون تحت التخدير الموضعي. حتى مع اذا استخدمنا تخدير موضعي بصوره صحيحه وكان البلوك كلش ناجح، لكن تبقى العمليه غير مريحه. نجي للاوبن اي انجري، في هذه الحاله اللوكال انستيك تكنيك ار يوجوالي افويدد، احنا ما نقدر نستخدم التخدير الموضعي في حالات الاوبن اي انجري اللي هي بنتريتنج، انه العين تكون مصابه بجرح مفتوح، لانه زرق اللوكال انستيك من المحتمل انه يؤدي لي الى زياده ضغط العين، وبالتالي محتمل يؤدي لي الى فقدان الفترس اللي هو السائل العيني، من المحتمل انه يفقد نتيجه زياده الضغط داخل العين، حتى محتويات العين بالامكان انه احنا نسميه اكستروجن اوف اي كونتنت، محتويات العين ومكونات العين داخل كلها راح تطلع من مكان الجرح نتيجه زياده الضغط داخل العين. open eye injury، موضوعنا المخصص راح يكون عن الاوبن اي انجري، على اعتبار هي اكثر الحالات اللي تجينا كحالات طارئه ومستعجله وتحتاج تداخل جراحي سريع. penetrating eye injury need to be dealt with more urgently، لازم نتعامل وياها كحاله طارئه ومستعجله بسبب risk of infection، الالتهاب، او endophthalmitis انه التهاب يعني مكونات العين الداخلية. اذا كان المريض عنده open eye injury فايضا هناك risk of vitreous loss and retinal detachment، المريض اللي عنده اصابة مفتوحة للعين من المحتمل انه يكون عنده خطورة فقدان سائل العين، او حتى يصير عنده من المحتمل انفصام بالشبكية. even with open eye injury، حتى في حالات الاوبن اي انجري، حالات اصابه العين المفتوحه، بعض الجراحين يعني ما عنده مشكله في انه ياخر العمليه الى انه يكون البيشنت او المريض مهيئ وصايم فتره كافيه حتى يخضع للتخدير العام. In patients who have trauma or received opioids it can be take up to 24 hour for gastric emptying to take place، لازم ناخذ نظرة الاعتبار انه حتى اذا اعطينا مجال للمريض انه يعني يخضع لفتره زمنيه من الصيام، لازم نعرف اذا هذا المريض كان عنده تروما، صدمه او اصابه، يعني مو بس بعينه وانما كان مثلا حادث وعنده اصابات اخرى، او مستخدم واحد من ادويه الاوبيويد كمسكن الام. تفريغ المعده احتمال يحتاج الى اكثر من 24 ساعه، ولهذا من المحتمل انه ما تكون القضية عملية انه ننتظر او نعطي فترة صيام طويلة للمريض. The anesthetic consideration for open eye injury repair، شنو الامور اللي لازم ننتبه لها ونركز عليها
في حال قررنا إعطاء تخدير عام لمريض عنده open eye injury إصابة عين مفتوحة. شنو الأشياء اللي لازم نسوي لها؟ The primary anesthetic goal for repair of open eye injury, الهدف الأولي من إصلاح أو يعني علاج الجراحي للأوبن آي إنجري هو تحاشي ارتفاع الضغط المفاجئ للعين، لأنه إذا صار عندي ارتفاع ضغط العين بصورة حادة احتمال راح يصير عندي extrusion of the vitreous humor، السائل الموجود داخل العين احتمال أنه يطلع للخارج، وحتى الآي كونتنت كله بالإمكان أنه تطلع للخارج. لازم نعرف شنو هي العوامل اللي تساعد في زيادة الانتراوكيولر بريشر، شنو الأشياء اللي تخلي لي ضغط العين يرتفع حتى نحاول نتحاشاها. أولا سوباين بوزيشن، فلازم نعرف أنه المريض لما نخليه سوباين ونايم على ظهره بصورة نيوترال هذا من يحتمل أنه راح يسوي لي زيادة بضغط العين. اكسترنال بريشر مثل فيس ماسك، إذا نجي نخلي الأنستيزيا ماسك ونحطه على وجه المريض وجزء من عنده ضاغط على العين، أيضا هذا الشيء محتمل أنه يسبب لي زيادة بضغط العين. أيضا ارتفاع الضغط الوريدي للمريض من المحتمل أنه يؤدي إلى زيادة ضغط العين. هذه تصير عندنا لما المريض يحاول أنه يقح أو لما يحاول يعصر نفسه أو حتى لما يصير عنده حالة تقيؤ. أيضا إذا كان المريض يحاول أنه يقح لكن بدون أنه يعني إيروي مسدود مثل تيوب أو غيره نسميه بوكينج، هذا أيضا يؤدي لي إلى زيادة ضغط الدم الوريدي واللي بالتالي راح يؤدي لي إلى زيادة ضغط العين. أيضا ارتفاع الضغط الشرياني، ارتفاع ضغط الدم المريض. هايبوكسيا اند هايبركابنيا، انخفاض الأكسجين وارتفاع ثاني أكسيد الكربون اللي راح يسبب لي فيزو دايليتيشن، توسع بالأوعية الدموية وزيادة بالبلد اللي راح يروح لي للإنتراوكيولار فيزلز، يعني الدم اللي راح يوصل للأوعية الدموية لداخل العين وبالتالي يزود لي ضغط العين ويؤدي لي إلى ارتفاع ضغط العين اللي قد يسبب لي extrusion of the vitreous humor and other eye content. عندنا بعض الطرق أو الأساليب اللي نستخدمها حتى نمنع زيادة ضغط العين أو نقلل ضغط العين. فعندنا المجموعة الأولى والطرق الأولى اللي هي نحاول بها نقلل ضغط العين. أول شيء نقلل venous pressure، نقلل الضغط الوريدي عن طريق venous drainage by elevation of the head، نخلي مستوى الرأس للمريض أعلى من بقية الجسم، فهذا راح يسوي لي drainage of the venous blood، يعني يدفع لي الدم بعيد عن العين وبهذا نقدر نقلل ضغط العين. ثانيا نستخدم بعض الأدوية مثلا المانيتول والأستيزولاميد اللي يقلل لي تكوين الهيومر، الأكويس هيومر، السائل الموجود داخل العين، وبالتالي نقدر نقلل ضغط العين. الطرق اللي نستخدمها حتى نمنع زيادة الانترا أكيولار بريشر، وهي هذه النقاط المهمة صراحة اللي لازم نتعامل مع بها مع كل مريض يجيني عنده أوبن آي سيرجري. فهذه تشمل مينمايز pre-operative sedation to avoid increase in PaCO2 secondary to sedation or and hyperventilation. يعني احنا لما نجي للمريض ونعطيه pre-operative sedation، يعني المريض انه نعطيناه فد منوم حتى نهدئه ونخليه يهدأ ونهيئ للعملية، هذا راح يؤدي لي الى طبعا معظم الادوية اللي نستخدمها بالسيديشن راح تقلل لي الفنتيليشن درايف، راح تقلل لي مستوى التنفس مع المريض فيصعد لي بهاي الحالة مستوى CO2 وهذا الشيء راح يؤدي لي إلى زيادة ضغط العين. فنحاول نتحاشى استخدام البري أوبرتيف سيديشن. بعد مينمايز هيمودايناميك ريسبونس تو لارنجسكوب، وهذا نقطة كلش مهمة. لما نستخدم اللارنجسكوب ونبدي بالإنسيرشن أوف إندوتراكيال تيوب، لما ندخل إندوتراكيال تيوب للمريض هنا لازم نتأكد أنه المريض هيمودايناميك stable and نحاول نقلل قدر الإمكان الاستجابة بعد اللارنجوسكوب والانتوبيشن، وهذا عن طريق أنه نخلي المريض يوصل مرحلة ديب أنستيزيا قبل ما نوصل نحاول أي نسوي أي شيء بالإيرواي، لأنه الديب أنستيزيا يضمن لي أنه السمباتيتك درايف راح يكون تقريبا بلانتد، فما يصير عندي ريسبيراتوري أو ما يصير عندي سمباتيتك ستيميليشن، يعني المريض
كل من نسوي له اندوتراكيال تيوب ما يصير عنده بوكينج او كافينج، يعني اي اير وير فليكسس يكون ماكو، وهذا عن طريق ديبنينج اوف انستيزيا للمستوى الصحيح. ايضا استخدام مصر لاكسنت بصوره صحيحه والمصر لاكسنت بالجرعه الكافيه ايضا جدا مهم حتى ما يصير عندي استجابه لللارنجسكوب. النقطه الاخرى هي الهايبر فنتيليشن بيفور انتوبيشن اند ديورينج سيرجري، قبل ما نسوي التيوب واثناء العمليه نسوي هايبر فنتيليشن، لان الهايبر فنتيليشن راح يؤدي لي الى زياده نسبه الاكسجين وانخفاض نسبه ثاني اكسيد الكربون، وهذا الشيء ايجابي لانه العكس من عندهم راح يسوي لي زياده بضغط العين. فنحاول نعكس الاليه فنخلي الاكسجين عالي وثاني اكسيد الكربون قليل عن طريق الهايبر فنتيليشن، نعطي المريض تايد الفوليوم عالي وبسرعه تنفس عاليه حتى يصير عندي من فنتيليشن عالي، وبهذه الحاله راح نقلل ثاني اكسيد الكربون ونزود الاكسجين، وبهذه الحاله نقدر نمنع زياده ضغط العين. ايضا مينيمايزنج بوكينج and coughing during laryngoscope and intubation، نقلل حالات السعال اللي يصير عند المريض انه المريض يقح او بوكينج يقح على ايرواي مسدود خلال laryngoscope والintubation لما نخلي endotracheal tube. هذه قلنا عن طريق استخدام عمق الانستيزيا كافي deep anesthesia واستخدام مرخيات عضلية بصورة صحيحة وبجرعة كافية. والنقطة الأخيرة اللي نقدر نمنع بها زيادة ضغط العين انه نستخدم او ensure smooth emergence without booking and cuffing while the endotracheal tube is still in place. لما نحاول نبدي بريكفري فروم انستيزيا لازم مثل ما منعنا انه اي استجابة تصير للارنجوسكوب والاندوتراكيال تيوب لازم ايضا نمنعها خلال الريكفري. لما يبدي يقعد المريض نحاول انه ما نخلي المريض يبدي يصير عنده كف ريفلكس وبوكينج والتيوب بعده موجود، لانه راح يزود لي اياه وراح بهذه الحاله تزداد الاندوتراكيولار بريشر، يزداد ضغط العين. فلازم نضمن انه الريكفري او الامرجنس احنا نسميه لازم يكون سموث وبشكل سلس وما يشمل اي تحفيز للريسبيرتوري ريفلكسز. سيكونس اوف جنرال انستيزيا، شنو هي الخطوات او المراحل اللي راح نبدي بيها لما نبدي نعطي تخدير عام لمريض يعاني من اوبن اي سيرجري. النقطه الاولى اسبيريشن بريكوشنز اف فول ستومك، واحنا قلنا انه هذا المريض اذا كان حالته مستعجله واجى مباشره فهو اكيد راح يكون فول ستومك ما مهيئ. اذا كان المريض عنده تروما وماخذ مسكنات من الاوبيويد حتى اذا انتظرنا لمده 24 ساعه من المحتمل انه يكون المعده مو فارغه وهم نعتبره فول ستومك، فلازم ناخذ احتياطنا ونسوي احتياطات و ناخذ حذرنا من الاسبيريشن عن طريق استخدام رابيد سيكونس اندكشن. نستخدم الرابيد سيكونس اندكشن اللي هي نوع من انواع الاندكشن اوف انستيزيا، نستخدمها للحالات اللي ما يكون المريض بيها مهيئ ويكون عنده فول ستومك. ثانيا elevation of the head of the bed، نرفع المريض رأس المريض نخليه أعلى مستوى الجسم حتى نقلل ضغط العين. careful placement of the anesthetic mask، الماسك لما نخليه على المريض لازم نكون منتبهين انه ما يوصل العين المريض وما يصير ضغط على عين المريض حتى ما يرفع لي ضغط العين. Ensure optimal intubation condition to avoid booking and coughing. هنا لازم نضمن انه الظروف مثالية جدا لإدخال الاندوتراكيال تيوب حتى ما يصير عند booking او coughing، وهذه مثل ما قلنا عن طريق جعل الانستيزيا ديب واستخدام مصر ريلاكسنت مرخي العضلي بصورة صحيحة وبجرعة كافية. بعدها نجي للاندكشن ايجنت. معظم الانترافينوس اندكشن ايجنت ريديوس انترا اوكيولار بريشر، معظم الادويه اللي نستخدمها للتخدير الوريدي هي تقلل لي ضغط العين. بروبوفول وبنتوثال اثنيناتهم راح يقلل لي الانترا اوكيولار بريشر. بالنسبه للكيتامين، الكيتامين هو كويري صراحه انه يزود او يزود الانترا اوكيولار بريشر، لكن هو يسبب ليفروسبازم يعني انه كانه المريض يعني
يعصر عينه بقوة أو يرمش بشكل سريع أو يسوي نستاغمس اللي هي حركة العين باتجاه اليمين واليسار، وهذا عادة يعني داخل عمل الجراح. أيضا الكيتامين يسوي لي بوست أوبرتيف نوزيا وفومتينج، يسوي لي تقيؤ بعد العملية، وهذا الشيء راح يسبب لي زيادة ضغط العين، فما محبذ استخدام الكيتامين. بالنسبة للإتوميديت، الإتوميديت كدرايك هو يقلل الانتراوكيولار بريشر، لكن مشكلته انه يسوي لي بوست اوبرتيف نوزيا وفومتنج، وهذا فد شيء ما مرغوب به صراحه في عمليات الاوبن اي انجري. ايضا يسبب لي مايوكلونس اللي هو يصير عندي سبازم او تقلص او تشنج بالعضلات العين، ويسوي لي فد حركه لا اراديه راح تخلي تسبب لي احتمال انجري تو ذا اي، وتسبب لي ارباك العمل الجراح، فايضا ما يفضل استخدامه في الاوبن اي سيرجري. بالنسبه للنيورو ماسكولر بلوكينج ايجنت، الادويه المرخيه للعضلات، احنا عندنا السكسينيل كولين. السكسينيل كولين probably doesn't cause increase intraocular pressure. صراحة لقوا سابقا أو كانوا يعني يظنون سابقا أنه لأنه يسوي لي fasciculation أثناء الاستخدام، يعني اللي هي يعني حركة سريعة للعضلات. تصور انه السكسينيل كولين ايضا يزود لي الانترا اوكيولار بريشر، لكن بالحقيقه انه الزياده اللي يسبب لي اياها الانترا يعني السكسينيل كولين كزياده بالانترا اوكيولار بريشر، لقوها انه ما تتعدى الزياده اللي تصير اثناء بكاء المريض او اثناء ما يحاول انه يمسح عينه. فهذه عاده لقوهم انه ما تسوي فيتروس اكستروجين، ما يطلع لي سائل العين خارج العين او من اثناء العمليه الجراحيه باستخدام السكسينيل كولين. من نقطه اخرى انه السكسينيل كولين مثل ما نعرف يسوي لي بروفايد اوبتيمال انتوبيشن كونديشن ان شورتست تايم، اول شيء وقته يعني قصير وعمله سريع، وفي حال اعتبرنا انه المريض ما مهيئ وفول ستومك فهو التشويس الافضل. ثانيا يسوي لي يعني مصر ريلاكسيشن يعني جدا جيد، بحيث انه ما يصير عندي ريفلكس ريسبيراتوري ريفلكس اثناء الانتوبيشن، ولهذا نفضل استخدام السكسينيل كولين في عمليات الاوبن اي سيرجري. بالنسبه للنانديبولارايزنج مصر ريلاكسنت، احنا مثل ما نعرف انه الروكورونيوم هو الوحيد اللي يعتبر الدرج المناسب للرابيد سيكونس اندكشن بعد السكسينيل كولين طبعا، ولهذا هو الوحيد اللي بإمكان استخدامه طبعا بجرعات تكون جرعة مالته أعلى من المستوى العادي حتى يتولد لي رابيد سيكونس اندكشن، يعني عملية إرخاء العضلات سريع. بالنسبة للنانديبولارايزنج مصر ريلاكسنت، it's not preferred to avoid prolonged mask ventilation which may predispose to eye trauma from mask. احنا ما نفضل استخدامها طبعا على السكسينيل كولين، لان السكسينيل كولين سريع، الفتره اللي نخلي بها الماسك على المريض ونعطي اكسجين للمريض هنا راح تكون بالنسبه للسكسينيل كولين اقل بهواي من النانديبولارايزنج مصر ريلاكسنت، ولهذا نفضل استخدام السكسينيل كولين على النانديبولارايزنج مصر ريلاكسنت. إضافة أنه نعرف أنه السكسينيل كولين يسوي لي optimization optimal intubation condition، وأيضا الفترة اللي تكون سريعة للintubation فنتحاشى الاسبيريشن قدر الإمكان. لارنجيال ماسك إيرواي، طبعا لارنجيال ماسك إيرواي insertion avoid the pressure أو repressor response to laryngoscope and intubation causing raised intraocular pressure. شنو الفائدة من استخدام اللارنجيال ماسك إيرواي؟ أول شيء هنا ما راح نستخدم اللارنجوسكوب ولا راح نستخدم الإندوتراكيال تيوب، وهذا الشيء راح يخلي لي أو يساعد لي على تقليل الاستجابة اللي تصير نتيجة استخدام اللارنجوسكوب والإنتوبيشن اللي هي سمباثيك ستيميليشن عالي يؤدي لي إلى كافينج احتمال وبوكينج ويعني نتيجة تحفيز الايرواي. But it not indicated in full stomach. إذا كان المريض full stomach وما مهيأ الوقت العملية كافي ما نقدر نستخدم اللارنجيال ماسك ايرواي، لازم endotracheal tube. أيضا مشكلته أنه في حال صار ايرواي بلوك صار عندي فد مشكلة، من الصعوبة أنه أقدر أوصل للايرواي وأشوفها
مثل ما إذا استخدمت الإندوتراكير تيوب. وأخيرا doesn't protect against laryngospasm from light anesthesia or aspiration. في حال صار المريض لارنجوسبازم فهنا اللارنجيال ماسك ايروي ما راح يحمي لي المريض من اللارنجوسبازم، بينما الاندوتراكيال تيوب اكيد ما راح يصير عندي لارنجوسبازم نتيجه السموث انستيزيا او عفوا اللايت انستيزيا او نتيجه الاسبيريشن اذا صار. اندوتراكيال انتوبيشن اتس كونسيدر جود براكتس تو انتوبيت اند فنتليت ذا بيشنت تو انشور سكيور ايروي ذا سيرجيكال فيلد از ان close proximity. طبعا استخدام الاندوتراكيال تيوب يفضل اولا لانه بهذه الحاله طبعا ويا استخدام الميكانيكال فنتيليشن بهذه الحاله اول شيء الايروي راح تكون سكيورد كومبليتلي، هو افضل طريقه لسكيور ذا ايروي وبروتكشن من الاسبيريشن هو استخدام الاندوتراكيال تيوب. ايضا انه الاندوتراكيال تيوب راح يكون يعني يعطي مجال للجراح اكثر لانه اللارنجيال ماسك ايروي الحجم الكبير مالته احتمال انه يكون قريب على الفيلد الجراحي، بينما الاندوتراكيال تيوب صغر الدايمتر مالته راح نقدر انه نكون بعيد، وايضا بالامكان انه نسوي له يعني بيندينج ونثني ونميل عن مكان الجراحه. هذا الشيء صعب نسويه باللارنجيال ماسك ايروي. عندنا المينتنس اوف انستيزيا. كل الفولاتايل انستيك ايجنت كان بي يوزد تو مينتين ديب انستيزيا تو ديكريز انتراوكيولار بريشر. كل الفولاتايل انستيك ايجنت نقدر نستخدمها حتى نقلل الاندرو يعني نخلي الانستيزيا ديب حتى يقلل لي الانتراوكيولار بريشر. الاي بي بي في طبعا يفضل استخدامه حتى نتحاشى استخدام او حتى نتحاشى انه المريض يدخل بهايبر كابنيا، ونقدر نطي فد هايبر فنتيليشن حتى نولد هايبو كابنيا. نيورو ماسكولار بلوكينج تو انشور موشنلس فيلد، لازم يكون المصر ريلاكسيشن اوبتيمال ونطي الجرعه الكافيه للمريض بالمنتنس حتى نضمن عدم وجود اي حركه للمريض اثناء العمليه. امرجنس ريكفر فروم انستيزيا. Reversal agent has no effect on intraocular pressure. لا سوغامادكس ولا نيوستيجمين لهم تأثير على ضغط العين، ولهذا بالإمكان استخدامه بدون أي مشكلة. طبعا النقطة المهمة أنه لازم يكون smooth emergence، معناها نقصد به لا كوكفينج ولا كوبوكينج، جدا مهم عن طريق أنه يكون المريض ماخذ سيديشن بصورة كافية، والريكفري يكون تدريجي ومثل ما قلنا سموث without coughing and booking. Analgesia and the prevention of post-operative nausea and vomiting is very important entity. موضوع جدا مهم انه ما بعد العملية لازم المريض نعطيه analgesia كافية، مسكن الآلام كافي، ونحاول نمنع حصول post-operative nausea and vomiting لان هنا راح يتأدي لي الى زيادة ضغط العين، وهذا الشيء نهائيا مرفوض بالعمليات العين المفتوحة. أولا avoid opioid if possible، لازم نتحاشى الأوبيويد لأنه مثل ما قلنا أول شيء يسبب لي nausea vomiting، واحتمال يسوي لي hypoventilation ويؤدي لي إلى زيادة CO2 وبالتالي زيادة في ضغط العين. بالإمكان استخدام جرعات نظامية من الباراستامول او اذر نون انفلاماتوري نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز النسايد مثل الايبوبروفين ديكلوفيناك كيتو بروفين كيترولاك وغيرها. بالنسبه للنوزيا وفوميتنج افتر امرجنسي اي سيرجري كان بي ميجر بروبلم ان سب بيشنت، طبعا بغض النظر عن الادويه المستخدمه اللي تسبب لي زياده بالبوست اوبرتيف نوزيا وفوميتنج هي وجود عمليه العين عمليات العيون الطارئة، أيضا تكون نسبة البوست أوبرتيف نوزيا وفومتنج بها أعلى. بهذه الحالة بالإمكان أنه نستخدم أنتي إيميتيك الأدوية المضادة للتقيؤ كبروفيلاكسز، نطيه قبل اللي يصير عند الحالة نطيه قبل العملية أو أثناء العملية قبل ما يقعد المريض حتى نمنع حصول التقيؤ بعد العملية. عادة نستخدم combination of
small dose of antiemetic. نستخدم ما نستخدم دراج واحد وإنما نستخدم أكثر من دراج، يعني مثلا ميتاكلوبرامايد زائدا ديكادرون أو ديكساميثازون، هذا تعتبر شيء أوبتيمال يقلل لي نسبة أو يمنع لي حدوث البوست أوبرتيف نوزيا أم فومتينج. شكرا جزيلا ونشوفكم إن شاء الله محاضرة أخرى.